اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. لو افترضنا ان انا عندي خشبة زي دي مثلا، سمكها ما بين 19 او 20 ملي، مش قادر احدد بالظبط. او لو عندي خشبة زي دي حروفها مشطوفة او فيها كيرف بالشكل ده، وعايز اعرف سمكها عشان ارسم خط في النص، هل هعتمد بقى على الخطوط الداخلية المستوية دي ولا هعتمد على الدورانات من برة؟ الموضوع محير شوية. هل هستعمل المسطرة واعتمد على النظر والتقدير، ولا استعمل الكاليبر وابتدي بقى احط نقط في النص واوصل ما بينهم؟ تعالوا نشوف هنحلها ازاي، وهنعمل اداة اسمها سنتر فايندر، او اداة بتقدر تحدد نص الخشبة اللي بشتغل عليها. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج اي قطع خشب، هنشوف امتى هنستعمل الصغيرة وامتى نستعمل الكبيرة. في اخر الفيديو هنشوف برضو تطبيقات جميلة جدا ليها. هنبتدي مثلا بالقطعة الصغيرة عشان هنشتغل عليها خشبة صغيرة. القطعة دي طولها 9 سنتي. هنعمل علامة عند نصها بالظبط، وعلامة عند 2 سنتي شمال، وعلامة عند 2 سنتي يمين. وهنرسم خط بالطول يقسمها نصين. نحط علامات بزومبا كده عشان هنستعمل الشنيور. هنحتاج كوايل، اي مقاس مش مشكلة، او لو عندك سدايب خشب اسطوانية. وهنحتاج قلم رصاص، يفضل اللي هو المدور او الاسطواني. هنحتاج بقى بونت شنيور تكون نفس مقاس الخوازيق او الاعواد الاستيكي دي، ونبدأ نعمل ثقوب في الخشبة بتاعتنا. نراعي جدا انها تكون ثقوب رأسية، لو عندنا طبعا شنيور رأسي او دريل بريس يكون افضل. تمام، الخرم مناسب للعود الاسطواني. وبنفس الطريقة هنعمل باقي الخرم كلها، يعني سنة صنفرة نشيل الرايش وننظف. ندخل بقى العود الخشب. هنختار الطول المناسب، انا هعملها 6 سنتي واقصها، وهعمل واحدة تانية كمان نفس الطول. نبدأ نركب العود الاولاني مكانه بالغيرة. بص، هو طالما وصلت للجزء ده من الفيديو، يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ده دعمكم لينا. وبنفس الطريقة نركب العود التاني. انا قصدت اطلع سنتي من العود الاسطواني برة، لان انا يمكن استعمله مع خشب رفيع او سدايب رفيعة. هنشوف دلوقتي ازاي هنستعملها. ندخل القلم في مكانه، ونجيب الخشبة اللي عايزين نرسم خط في النص بتاعها. نتأكد ان الاعواد لازقة كويس جدا في الاجناب، ونمشي بالقلم. هيرسم معانا خط في نص الخشبة بالظبط. خلينا اجيب قلم خطه تقيل شوية عشان يبان في الفيديو، ده قلم 8 بي. نرسم بقى خط بطول الخشبة كلها. متخيلين كان مفروض نعمل كام نقطة على طول الخشبة دي كلها ونوصل ما بينهم عشان نوصل لنص الخشبة، وكمان يكون في النص بالظبط؟ كانت هتبقى غلسة شوية. بنفس الطريقة اقدر برضو ارسم اي نص خشبة، حتى لو كونتر او بليود، لو عايز اعمل علاقات او اركب كوايل. كان عندي برضو مشكلة مع الخشب اللي هو 3 بوصة، لانه مش 3 بوصة قوي، فعملت واحدة اكبر شوية. الاعواد الاسطوانية اكبر، والفتحة ما بين العودين اكبر، وبستعمل معاها قلم فلوماستر. برضو نتأكد ان الاعواد لازقة في الاجناب، ونمشي بالقلم. هيرسم خط اوتوماتيك في نص الخشبة. خليني بوريكم كمان تطبيق بس لذيذ قوي. لما بنيجي نحط الغيرة على طرف الكونتر، عمر ما الواحد ايده بتمشي مظبوطة، والغيرة ساعات بيسيل من الاجناب، ما بيبقاش في نص الخشبة بالظبط. عشان كده هستعمل نفس الفكرة اللي عملناها. ناخد نفس سمك رقبة الازازة كام، ونوسع خرم الاداة دي بحيث ان الاداة تركب مظبوط على انبوبة الغيرة بتاعتي. تمام، ركبت مظبوط وبقت ثابتة كده. لما همشي بيها على طرف الخشبة هينزل لي غيرة في نص الخشبة بالظبط. واو، العب. بقدر امشي بيها من الاول للاخر، او ابدأ من هنا شوية ومن هنا شوية. ولو خشبة صغيرة او سدابة بقدر اعمل عليها، حتى لو كان الكونتر سمكه 1 سنتي. لها دي خشبة كونتر 12 ملي، بقدر احط الغيرة في نصها مهما كان طولها. بصراحة حلوة الحركة دي، وتستحق تكون في كل ورشة. ايه رأيكم؟ طب والله حلوة. مش هسيبكم بقى لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.